دنيا بطمع تكسر الغياب بجلسة تصوير خطفت الأنظار. إليكم التفاصيل. فقد فاجأت الفنانة دنيا بطمع محبيها بظهورها بالقفطان المغربي خلال جلسة تصوير كانت قد خضعت لها من أجل الترويج لإحدى الماركات الخاصة بالقفطان والأزياء التقليدية المغربية. وأطلت بطمة بقفطان فخم من قطعتين مرصع بالأحجار، أرفقته بمجموعة من الأكسسوارات المغربية في جلسة تصوير اختار لها المخرج خلفية سوداء ومظلمة، وتعمد الإضاءة والتركيز على الفنانة المغربية ولباسها. وقد حظيت إطلالة دنيا بطمة بإعجاب وتفاعل كبير من قبل أصدقائها ومتابعيها عبر تطبيق الإنستغرام، كما عبروا عن شوقهم لها. ويذكر أن بطمة قد قصرت غيابها الاضطراري بسبب عقوبتها الحبسية بجلسة التصوير هذه، كما سبق لها أن كسرته أيضا عبر مجموعة من الإصدارات الغنائية كان آخرها أغنية مطلقة التي أصدرتها شهر ماي المنصرم. وهذا ما جاء في بعض التعليقات: انتي اللي كاينة وما كاين محسن، الحاضرة الغائبة سفيرة القفطان المغربي، الله يفرحها، الله يفرجها عليك حبيبتي، توحشناك بزاف دنيا، الله يرجعك لينا على خير. محبوبة الجماهير لك وحشة، يا ربي فرج عليك يا رب العالمين، توحشناك بزاف، توحشنا صوتك الذهبي. الصراحة هي اللي كانت حاكمة لازون بتكاشط وقفاطن، من نهار غبرات ما بقيناش شفنا شي حاجة هماوية. الحاضرة الغائبة الله يرجعك لوليداتك سالمة إن شاء الله. يشار إلى أن بطمة كانت قد أصدرت قبلها وبالضبط في شهر مارس الماضي أغنية بعنوان فكرت لميمة، التي تعد أغنية الجينيريك الخاص بفيلمها السينمائي البوز.